الرجاله عاملين ايه. ان شاء الله بالتوفيق النهارده، وطبعا الف مبروك على الانجاز العظيم اللي انتوا عملتوه. ان شاء الله تكملوه على خير واحنا كلنا معاكم، وفعلا والله مشرفينا في كل حته مش في مصر بس، وكلنا معاكم والله بقلبنا، وانتوا واثقين فيكم جدا على ميداليه الذهب، وموتوا عليها، هو ساعه واحده بس، موتوا عليها وان شاء الله تاخدوا الميداليه الذهب ان شاء الله. الف مبروك على اللي انتوا وصلتوا له. انتوا لازم يبقى عندكم ثقه في نفسكم، انتوا خلاص زيكم زي الفرق بتاعت اوروبا. لازم انتوا ان شاء الله النهارده ترجعوا بالبطوله، لازم تبقوا فخورين بنفسكم باللي انتوا وصلتوا له، وان شاء الله ربنا معاكم والناس كلها وراكم، ان شاء الله تحققوا البطوله النهارده. ربنا يوفقكم وربنا معاكم وكلنا في ظهركم، اعملوا حاجه لنفسكم واكتبوا التاريخ بنفسكم ولنفسكم، ربنا معاكم ان شاء الله النهارده. شدوا حيلكم النهارده يا رجاله، عايزكم تموتوا نفسكم في الملعب، تلعبوا زي ما بتلعبوا على طول، مفيش اي ضغط عليكم، وانا متاكد ان انتوا هترجعوا بالكاس وهتفرحونا كلنا، ويعني مش عايزكم تقلقوا من اي حاجه، الماتش هيجي ما تستعجلوش، وانتوا رجاله وانتوا قدها. الف 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 مبروك يا رجاله، انتوا عملتوا انجاز ما اتعملش بقاله قرن تقريبا، يمكن انتوا معاكم كابتن احمد الربيع، هو كان عايش ومتعايش في الموضوع ده ويعرف يقول لكم الاحساس ده. ساعة، هي ساعة، موتوا نفسكم خلاص، انت ما قدامكش حاجة تانية، يعني هو ساعة وهترتاح وخلاص، بس ساعة دي وانت مطلع كل اللي عندك، وانت حاسس ان انت خلاص انت عملت اللي عليك. ازيكم يا شباب، ان شاء الله ان شاء الله احنا ابطال العالم، انتوا احق ناس بالميداليه الذهب، انتوا احسن فريق في العالم، لازم تثقوا في نفسكم وتثقوا في قدراتكم وتثقوا في الجهاز اللي معاكم، ان شاء الله انتوا قدها وقدود، ومصر كلها منتظره.